السلام عليكم، نشرح في هذا الدرس عن أمر الإدخال أو الإنبوت في لغة روبي. في البداية لو نطبع رسالة معينة بأنه نطلب المستخدم أن يدخل عمره، إذن enter your age بهذا الشكل. الآن لو أضغط run نشوف بأنه ظهرت رسالة للمستخدم بأنه enter your age بمعنى أدخل عمرك، فالمفروض بأنه المستخدم سيدخل عمره، على سبيل المثال أدخل 20 سنة، لكن نشوف بأنه بهذا المكان لا أستطيع الكتابة. السبب بهذا بأنه المفروض أكتب أمر معين بحيث أسمح للمستخدم بأنه يكتب عدد وأستقبل منه هذا العدد، فهذا هو يسمى بأمر الإدخال، بأنه أسمح للمستخدم بإدخال قيمة معينة. إذا كيف أسمح للمستخدم بإدخال هذه القيمة؟ أكتب get ومن ثم dot comp بهذا الشكل، فبهذا الأسلوب أستقبل القيمة التي سيدخلها المستخدم. إذا على سبيل المثال أخزن القيمة التي أستقبلها من المستخدم عن طريق متغير اسمه age. إذا معنى هذا في النهاية ممكن أطبع لرسالة أخرى، إذا print وأكتب له مثلا your age is ومن ثم قيمة الage، إذا قيمة المتغير age. الآن أضغط run للبرنامج enter your age، على سبيل المثال مستخدم أدخل قيمة 20، نشوف بأنه يسمح لي بإدخال القيمة. أضغط enter your age is 20، حتى ممكن نكملها، يعني على سبيل المثال بهذا المكان نكتب years old بهذا الشكل. الآن أضغط run من جديد أدخل العمر على سبيل المثال 22، إذا your age is 22 years old. أوكي، إذا كيف تم هذا البرنامج؟ استقبلت القيمة من المستخدم عن طريق gates.comp وخزنت هذه القيمة متغير اسمه age، طبعا أي اسم كان، ومن ثم your age is قيمة الـ age years old بهذا الشكل. لكن لو أكتب على سبيل المثال age زائد 1 بهذا الشكل، الآن لو أضغط run أدخل العمر على سبيل المثال 20 سنة، نشوف بأن أعطاني error أو أعطاني خطأ. ما هو السبب؟ مع أنه المفروض يستقبل القيمة المستخدم خزنها بمتغير age، على سبيل المثال 20 خزن 20 في متغير اسمه age، ومن ثم your age is المفروض يطبع لي 20 زائد 1 يعني 21، فالمفروض أن يطبع لي your age is 21 years old. إذا ما هي المشكلة؟ المشكلة بأنه أي قيمة أستقبلها من المستخدم هي عبارة عن string، إذا أنا أستقبل نص أو string من المستخدم، فالمفروض بأنه إذا أريد القيمة عبارة عن integer فمباشرة أحولها إلى integer، وإذا أريدها float فأحولها إلى float. إذا هذه gates.comp المفروض بأنه في لحظة استقبال القيمة مباشرة أكتب to underscore i، بهذا الأسلوب حولت القيمة اللي أستقبلها من المستخدم إلى integer أو عدد صحيح، وهذا الشيء منطقي لأنه الـ age أو العمر التي سيدخل المستخدم هو عبارة عن عدد صحيح، فالمفروض بأنه أحول القيمة إلى عدد صحيح. الآن سيعمل عندي البرنامج بشكل طبيعي، لو أكتب على سبيل المثال 20 يكتب لي your age is 21 years old، إذا طبع لي بأنه عمرك هو 21 سنة. سبب هذا بأنه طبع لي عمرك هو الـ age زائد 1 بمعنى الـ 20 زائد 1 وفي النهاية الـ 21.